بتلف وتدور عليا كده، عايز ايه؟ وبصراحة في ناس عايزين يأجروا الشقة بتاعتك. ناس وقع ولا كويس؟ والله ما دفعوش، يمشوا. هو انا لسه هستنى يدفعوا ولا ما يدفعوش؟ يدفعوا 3 شهور مقدم، وقبل ما يخلص التالت يدفعوا الرابع. ما معاهمش، ما عنديش ايجار. كلامك كله اوامر يا ست الناس، ينفذ. قولي اوامرك شمال ولا عدلين؟ والله ام عايله، ست وابنها وبنتها. انا ما بحبش الدخله دي. ما عنديش ايجار يا ولا. ليه كده يا ست الناس؟ اللي ليه ما هي باينه من عنوانها. واحده ست مش لاقيه وصاحبه عيلين خدلها، وشهر ورا التاني هتقول لي والنبي يا ست شوق ما معناش عشان خاطر ربنا يا ست شوق. ده غير بقى اللي هيجروه ويسحبوه من الدكان عندي، وفي الاخر ابقى انا اللي اوياهم وما طولش ولا ابيض ولا احمر. يلا يا واد امشي امشي، ما عنديش حاجه للايجار. مش هيحصل، مش هيحصل يا ست الناس. بقول لك ايه يا وليه، انت ابعدي عني النهارده. انا غريب اليوم ده النهارده ومش طالع له شمس. انا هدفع لك 3 شهور مقدم اهم. وانت عارفه انا عايزه كام؟ اللي انت عايزاه. 600 في الشهر. حاضر. في 3 ب 1800. حاضر اوامرك. خدش اهم هتجيبه. بص. نعم. يجي الشهر الثالث في اواخره كده حسيتي انك مزنوقه، تقومي سكتي مكاتي لما الحلوين بتوعك واخده ديلك في اسنانك وما اشوفش وشك. حاضر. عداله عداله يا ست الناس. ولا عمرها يا معلم، افضل قاعد في المطرح لغايه لما اوري الست المطرح. هنا معلش. مش يمكن ما يعجبكش؟ ان شاء الله هيعجبني. اتفضلي يا ست الناس. تعالي اهي. بصي العفش ده لو مش عاجبك انا ممكن المه واطلعه لك على السطوح وانت تجيبي حاجتك وتفرشي. لا 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 خليه، ده حلو خالص. ايه هو اللي حلو؟ العفش. انت باينك مش لاقيه تاكلي بقى وهتتعبيني من اولها. لا ابدا، بس لو هتطلعيه فوق السطوح هيبوظ طبعا. هعديها لك بمزاجي المره دي. عاش بحري، هواها ده يرد الروح. وبعدين انا عندك هنا الكنيف انا موضباه ولسه مخلصاه، وعلى الشمال هتلاقي زرار الموتور. لما تلاقي الميه ضعيفه تقومي دايسه على الموتور هيديها زقه. لكن الموتور ده ما بيشتغلش بالليل عشان انا ببقى نايمه ونومي خفيف، ولو انا صحيت هيبقى ليله سودا علينا كلنا. الموتور بالليل لا. حاضر. استبينا؟ استبينا. ماشي. السنيوره بقى والسنيور جايين امتى؟ البت في الكليه والواد بيدور على شغل، ادعي له ربنا يكرمه. يا رب يا رب تطعم الجميع يا رب. انت عامله كده ليه؟ الله، انت مش لسه ربنا كرمك واداكي مطرح جديد وحاجه اخر حلاوه؟ خلاص افرديها شويه، خلي ربنا يفتحها في وشنا. اقول لك انا هطلع لك طبق فاكهه حلاوه المطرح الجديد. ملوش لزوم. اللي ملوش لزوم مش هتدفعي حاجه، ما تخافيش. انا عارفه انك تلاقيكي على رحم بطنك من الصبح وقفتانه. ربنا يخليك. يلا بينا نمضي العقد. يلا. ايه ده؟ هل هلالك يا قمر؟ ايه؟ ابعد عني. ايه؟ ابعد عنك ده ايه؟ أنا بحبك يا شوق. يا ابعد عني بريحة نفسك دي، والله العظيم هرميك في الرشاح. ترميني أنا يا شوق؟ بعد كل اللي عملته معاكي ده أنا خدام تحت رجليكي وأتمنى لك الرضا. يا أخي ابعد بقى، امشي والقلب داعي لك. والله والله يا حلو منك. اوعى تقولي يا حلو. ابعد يا بنت. في إيه؟ اللي في إيه؟ ابعد عني خالص. أنت رايح فين؟ جرى يا شوق، أنا جوزك. جوز جزم، جوز بلغ. ولا يهمني. مهم أنت يا جماعة. الله العظيم على يدي. ابعد. أنت إيه؟ ما عندكش كرامة؟ ما عندكش نخوة؟ ما عنديش. دوبتهم في حبك. يا أخي لم كرامتك بقى المبعزقة على الأرض دي وكل شوية حد عمال يدوس عليها شوية. ولا يهمني. يهمني أنت بس يا شو. بس بقى. ربنا ياخدك. اشوف انا جوزك يا بنت.
تتكلم قرف. راح فين؟ اربعة من وش التراخر. انت يا ولادنا افتحي يا منقوعة البرد. ايه ده افتحي البرد. ايه بتعملي ده؟ انا مش قلت الموضوع ده ما يشتغلش بالليل؟ قلت ولا ما قلتش؟ الفه راح فين؟ ها؟ الودان انطرشت خلاص؟ يلا يلا ما لكمش عيش هنا. يا ست الشوق. بلا يا ست الشوق بلا نيلة. تاخدي الصنيونة بتاعتك دي وتطلعي بره، واذا كان هتكمل طش اللي انت اديتيهم لي الصبح ابقي وانت خارجه عدي خديهم مني عالجزمه. ايه يا جماعه خير؟ لا يا اخويا مش خير. لا مش خير. ما هو لما يبقى الجيران مش لبعضيها يبقى مش خير. حصل ايه بس؟ حصل خير والله. ما حصلش حاجه المره دي، حصل خير. يعني ان شاء الله كده حليب يا قشطه. يعني ما يصحش تنكرش انت والصنيوره وتروحوا في الشارع. تروحوا فين دلوقتي في نصاص الليالي؟ عيب ما يصحش. وبعدين ما تاخذنيش يا ست الحاجه، اصل انا طول النهار ببقى في الشغل واقفه على رجليا، فباجي على بالليل بقى بتبقى يعني راسي جواها شواكيش شغاله دقه على راسي. وبعدين بوصل بقى البيت ما بصدق الاقي السرير، برمي جبتتي وببقى مزنهره وطق من جنابي كده مش عارفة ازاي. ربنا يكون في عونك. ما تأخذنيش بقى المرة دي بس يعني خلاص. أنا إحنا جراف. طبعا احتجتي حاجة أي حاجة لازم تعدي عليا. اوعي تترددي. لا والله أنا قلت اللي أنت ست طيبة. إحنا ما تعرفناش. نسمة بنتي آخر سنة في كلية الأداب. حلوة أداب. وحسن ابني. أداب رخم؟ لا ده مخلص كلية التجارة وبيدور على شغل. وإن شاء الله كل الأبواب المفتحة هتكون في وشك. يا رب. تنورتنا يا سي حسن. نعمل شاي بقى يا سي. لا 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 شاي إيه وده وقت شاي. أنا هسيبكوا بقى ها؟ طيب. لو احتجتي حاجة لازم تعدي عليا. حاضر. ماشي. يلا أنت نورتونا. وأنا واعدة مني مش هشغل الموتور ده تاني أبدا. لا ده أنت شغلي الموتور ده في أي وقت أنت عايزاه. صبح ليل. براحتك خالص. تصبحي على خير بقى. تسلمي. ماشي. ايه يا ماما ده؟ ايه الست دي؟ مالها عماله تتلوى يمين وتتلوى شمال وتبص لحسن؟ هو في ايه؟ وبعدين ايه الطريقه الزفت اللي هي بتتكلم بيها دي؟ سيبك منها بس. انا مش عايزه حد فيكم يكلمها ولا لسانه يجي على لسانها. احنا قاعدين هنا لحد ما ربنا يفرجها وبعد كده نشوف مطرح تاني. انتوا فاهمين؟ طبعا. انت بتقولي ايه؟ هو مين فينا اصلا يحب يتكلم معاها ولا يتعامل معاها اصلا الست دي؟ وانت من بكره تنزل تلف البلد دي لف وتبرم كده لحد ما تلاقي شغل. يا ماما يعني هو انا قصرت في حاجه؟ والله يا ابني انا عارفه، بس انت شايف الحال عامل ازاي؟ والله العظيم ما في حد الا لما سالته على شغل، ولا في اعلان في جورنالي لما روحته. انا مش عارف اعمل ايه بس. معلش دور كمان وان شاء الله ربنا هيوفقك. ربنا بيحب اللي يسعى. ونعم بالله. كفاك يا صباح شوق. في ايه؟ كفاك بقى. اطلع برا. يا بنت ده انا بحبك. بقول لك اطلع برا بقى. هي كلمة برا دي على طول كده. شمس الشموس سهر الليالي صباح الفل ست الكل. يوف. ايه؟ مش قلنا تتكلم معايا من بعيد لبعيد؟ ريحة نفسك صعبة قوي. خير دلوقتي بقيت كخة ولا ايه؟ عايز ايه؟ جيب من الاخر. ماشي انا صالحت مع المعلم سلمان. وانت مال اهلك؟ حد قال لك تروح تصالح؟ انت ازاي تعمل حاجة زي كده من دماغك كده؟ يا ست الراجل ليه عندنا كتير وبضاعته ملهاش اخو. يا عم ليه اللي ليه؟
لك اني عايزه اتعامل معاك من تاني؟ حد قال لك ان انا ناقص لي ايد ولا رجل عشان ما اروحش للراجل بنفسي؟ ما انا مش عايزه اتعامل معاه تاني. انت ايه؟ مخك ده ايه؟ الافيون لحسه؟ الخمره ضعضعته خلاص؟ الافيون باخده عشان اكون جاهز لوقت عوزه، والخمره باخدها عشان انسى قساوتك. اوعى كده، انت تقعد زي الشوارع اللي انت بتقعد عليه، ولا ليك كلمه ولا ولا لا، انت فاهم ولا لا؟ شوال تمام. اوف، حسن ايه؟ مش تصبح ولا انت لسه زعلان مني من امبارح؟ لا ابدا والله مش واخد بالي. صباح النور. قولي فطرت؟ الحمد لله. طبعا ما كله الحمد لله. فطرت؟ والله كنت لسه هفطر في السكه. يا راجل، هو في واحد يعرف يروح مشوار ويقضي مصلحته الا اذا كان فطران فطاره حلوه وترم عظمه؟ كرسي اوام. كرسي للباشا. باشا. اقعد. نظيف ولا الدكان بتاعي مش قد المقام؟ ابدا والله ده زي الفل يعني، وانت مقامك عالي. هتفطر معايا؟ ايوه بس انا عندي مشاوير كتير. والله لو ما فطرنا مع بعض هزعل منك، ما تضربنيش بقى على الصبح، انا زعلي وحش. ولا اتنين فطار ومحبش شايك ايه؟ مالوش لزوم يعني. الله، هو انت بخيل بقى ولا ايه؟ مظبوط، اتنين شاي مظبوط اوام. عمرك يا معلم ماليش انا في الفطوره دي يعني. لا بقول لك ايه، بوف شيو شيو شيو. مالك بتفرك كده ومش قاعد على بعضك؟ ابدا والله، بس اصلي كنت نازل ادور على شغل. هتلاقي، بس انت قول يا رب. يا رب. عارف هدعيلك، اصل انا بيني وبين ربنا عمار، كل ما ادعيله على حاجه تنقضي اوام. يا رب يا رب تتقضي. شفت اهي هتنقضي. ابراهيم. ايوه، انت فين؟ نايم. الله، انا قدامك اهو. ابراهيم اقفل. ابراهيم صح. حسن يا عم. ايه يا ابراهيم حبيبي؟ ايه يا عم حسن، هو انا لازم الف الكره الارضيه عشان الاقيك؟ مش تقول لي انك كنت هتعزل من الحته اللي كنت ساكن فيها؟ والله ما كنت عارف ان انا هسكن هنا. تعال تعال. ابراهيم صاحبي وحبيبي. ست شوق صاحبه المطرح والملك. يا صلاه النبي يا حسن. نعم. بسمي بس، اصل اخويا حسن نجمه خفيف بيتحسد على طول. يا منطقه حلوه قوي هنا، تصدق عندك حق تعزل؟ الدنيا براح وشرحه، وبتيجي على هوا اللي بيجي على هوا. الله، انت بتتكلم كده وبتحكي كانك سكنت هنا قبل كده. مش لازم اسكن فيها علشان اعرفها. فطار يا ست كوني. طيب هسيبكوا بقى تفطروا سوا. الله، وانت يا ست الكل؟ شبعان، الاكل كاتم على نفس. سلامة نفسك يا ست الكل. عايز اشرب له حاجه ساقعه عشان اطري. تعال افطر. افطر يا ابن المحظوظة. بصراحه الشقه حلوه قوي، هتعجبك.
قوي. ودي بقى اطلع لها ازاي؟ السلم اهو. دي مش عايزه سلم، دي عايزه عربيه دفع رباعي. لابد يعني مش عايز تمشي، مع انك في البيت القديم ما كنتش بتطيق تقعد ساعه على بعضيها. الهوى انا يرد الروح، حاجه كده تخش القلب. طيب يا سيدي. ايه مالك؟ قفلت كده ليه؟ والله متضايق يا صاحبي، زعلان، عايز اشتغل، عايز فلوس. معاش ابويا ما بقاش ينفع ببصره، يا دوب بندفع الايجار. لا حول الله. بقول لك ايه؟ خلي بالك. خلي بالي من ايه؟ الست اللي اسمها شو دي ما تغوطش معاها. تقصد ايه؟ مش فاهم. انت هتفضل على طول هبل كده؟ ولا تقول لك تعالى اشرب كوبايه عصير عندي، تعبانه تعالى اسندني، تنفض وتستعبط واهبل على طول؟ لا صحيح، بجد مش فاهم. علشان انت مش فاهم بفهمك. شو دي عامله زي القطر المجري، جمل. جمل؟ طيب انا مش فاضي للحوارات بتاعتك دي. تشرب شاي. لا يا عم، يا دوب اروح. خرجني. تعال. ايه ده؟ انا اسف، افتكرتها شقه حسن. لا يا شيخ، طب حصل خير؟ هو فعلا حصل خير، هو في اكتر من كده خير؟ الواحد يخبط على النار يلاقي نفسه في الجنه. وحياه امك الغاليه، لو كانت شافتك كانت كبرت وصلت على النبي وقالت سبحان من صور. شوف يا شاطر. شاطر يا ريت. لو ما مشتش من هنا دلوقتي حالا انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، والشبشب ده هترقعه على دماغك. لا وعلي، الطيب احسن يا غزال. غزال. صباح الخير يا ست شو. يا صباح الفل والهنا والسعاده على عيون ست الكل. انا قلت اجيب الفطار ونقعد نفطر سوا، واهو منه نتساير. ما هو مش معقول نبقى جيران وما نودش بحر. بس والله ما كان لزوم. ما تقوليش كده ياما. ياما؟ ياما، من ساعه ما شفتك كنت بتفكريني بامي الله يرحمها. ما اعرفش ليه كده يعني، حبيتك ودخلتي قلبي. انا جايبه عشان نقعد نفطر سوا. اتفضلي. امال فين السنيوره؟ نزلت من بدري. يلا بالسلامه. وحسن نايم. نايم ده ايه؟ لا يصحى، ده الاكل ما بيحلاش غير باللمه. امي كانت دايما تقول لمه الاكل احلى حاجه. تعالي بس. اللي وحسن ناكل الاول. يا سي حسن اقعدي اتفضلي. حسونا ناكل بس الاول. اتفضلي. النور انقال. بقول لك ايه؟ يا ريت ما تبقيش تتعبي نفسك بعد كده. ليه؟ يخصى عليكي، ما تقوليش كده يا اصل انا بس بحب الاختصار كده وما بحبش الاختلاط بالناس. مش عارفه بقى، مشاكل بتيجي دقال وزعاد، فالواحد يخليه في نفسه احسن. عندك حق، بس انا غير كل الناس. ده انا اللي بيعرفني بيحبني موت، وبعدين بيتمنى لي الرضا ارضه. طب جربي. الله، صباح الخير. يلا يلا عشان ما تاخرش. ما تاخرش على ايه؟ ابراهيم امبارح مش قال لك جايب لك شغل؟ شغل؟ الشغل ايه يا ماما؟ اللي شغل؟ لا حصل وانا سامعاه. ما هو انا جايه لك بقى عشان موضوع. لا ده هو كده مش عايز يشتغل بقى. في ايه يا ماما؟ ما هو انا جايه لك بقى عشان موضوع الشغل ده. مش انت قلتي لي ان هو خريج تجاره؟ خلاص ده يلزمني. ايوه عايزاه يمسك لي الحسابات بتاعتي في الدكانه. هو انا كنت ماسكاها انا نبيها وعجبك، بس انا يعني خارجه من سنه سته، يعني عالمي على قدي، بعرف اقرا واكتب، لكن مش حاجه حاجه في حسن. لما يبقى يشوف الشغل اللي جاي له الاول. شغل ايه اللي يجي له الاول؟ ده انا هدي له 100 جنيه ازيد من اي شغل هيجيله. وبعدين هقول لك على حاجه، ده انت هتبقى صاحب مكان، يعني اللي هتؤمر بيه هو اللي هيتنفس. ده الشغل تحت البيت، يعني خطوه كده بقيت في الشغل وخطوة كده بقيت في البيت. طب والنبي في روقان أكتر من كده؟ هستناك. تفطروا بقى، تبقي ترجعي لي الصينية فاضية. سلامي يا ماما.
نفسك عينك توافق على الشغل ده. ليه بس يا ماما؟ وانا كنت لاقي يعني اشتغل اي حاجه الا انك تشتغل عند الست دي. ليه بس يا ست الكل؟ هو انا عيل صغير؟ لا مش عيل صغير. اسمع بقى يا حسن، انا لو شفتك بتكلمها ولا واقف معاها انا هسيب البيت ده واعزل، ومش عايزه الفلوس اللي دفعتها لها. ايه رايك بقى؟ بقول لك ايه موري، عايزك تروح تجيب لي جوزين حمام. حمام ايه بس؟ انا بطلت اكل، بيحمى على قلبي. مش عشانك يا مقطف. مؤاخذة، مين بقى البغل الجديد؟ مش شغلك، عايزاهم يبقوا محشيين. تقول لام احمد تحمرهم لي في السمنه البلدي، عايز ارفعهم كده الاقيهم بيشروا سمنه. بيشروا سمنه، حاضر. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. فاهم يا روح الروح. الف سلام مع الحمام، لو مرة بس لو مرة يرد السلام. صباح الفل. أهلا. كنت بسأل بس لو عندكم شقة فاضية في العمارة. ما عندناش، ولو عندي بطلت الشغلانة. ليه كده بس؟ أهو بمزاجي. لعلمك بقى أنا كنت أحسن واحد يركب عجل وأنا صغير. تحبي أخدك لفة قدامي؟ تصدق انك عيل قليل الادب وما تربيتش، وانا اللي هربيك؟ انت فاكر روحك فين يا اخويا؟ مش هتعرف حد يلمك؟ في ايه يا ست شوق؟ في ايه؟ عاجبك كده يا سي حسن؟ يعني انا حطاك وشايلك فوق راسي انت واصحابك عشان انت حد محترم، يقوم قليل الادب السافل يعمل كده معايا؟ انت عملت ايه؟ قول له قول له، ولا عشان ست وحدانيه فاكرني هسكت؟ عشان خاطرك انت بس كنت عرفته مقامه. اه انا حظي منيل يا دي النيله. انت عملت ايه بس وزفت الدنيا؟ تعالى ايه رايح فين بس؟ هشوفها زعلانه ليه بدل ما تطردنا يا اخي. انت صدقتها؟ دي مره بت بقول لك ايه، انا لان عليك يا حسن من الست دي. يا ابراهيم يعني انا هتجوزها؟ هشوف في ايه؟ انا همشي. تعالى هنا. هو انت كان ايه اللي جابك اصلا؟ انا كنت جاي اجر عجل. تاجر عجل هنا؟ هو في احلى من هنا؟ بس انت مش واخد بالك. انا اسف يا ست شوق، امسحيها فيا انا. وانت يعني ذنبك ايه؟ انت كنت عملت حاجه؟ صاحبك هو اللي لا مؤاخذه يعني قليل الذوق وقليل الربايه. مني واحدة ست وواقفة لوحدي في الشارع وبجري على أكل عيشي، افتكرها إن أنا خلاص سايبة. لا والله ده طيب جدا، بس تروبش كده وما بيعرفش يتكلم. طب أنا ذنبي إيه؟ طب أجيبهولك يجي يعتذر لك لحد عندك هنا ويقول لك أنا آسف. لا مش عايز. ويعني هو لو اعتذر بقيت أهل الحارة هيعتذروا؟ كل الرجاله اللي بتعامل معاهم تحت في الحاره بيبصوا لي النظره الرخيصه دي. مني وحدانيه وواقفه لوحدي بيفتكروني خلاص ملياش رابط. وحدانيه ازاي؟ امال عم جميل ده يبقى مين؟ هو انت فاكر ان جميل ده يبقى جوزي؟ ده طليقي. ايوه بس هو قاعد بيعمل ايه هنا؟ مش قاعد يا اخويا، ده بيخدم البيت ده وبيطلع فوق اخر النهار يبات فوق السطوح. يخدم البيت. أنا اتجوزت جميل ده عشان أخلص من لسنة الناس. كانت بتقطع في جدتي كل يوم زي الكرباج. قلت يا بنتي يا شوق اتجوزيه، أهو راجل، ضل راجل ولا ضل حيطة. معاكي حق والله. أيوه، لكن أنا ولا كان ليا في الجواز ولا كان ليا مزاج فيها أصلاً. ده أنا اتجوزته من هنا وده اتحول من هنا، بقى وحش، عايز كل حاجة. حتى اللي ورايا واللي قدامي عايز ياخده. سقت عليه بقى القريب والبعيد لغايه لما اقنعوه انه يطلقني. طلقني من هنا، لقيته يا حرام ماشي في الشارع ولا لاقي ياكل ولا لاقي يشتغل. قلت يا بنت حرام. قويته فوق السطوح وشغلته عندي. ابقى طيبه ولا لا؟
والله يا ست شوق انت ست طيبه. والنبي انت اللي ذوق. عارف مجيتك دي ردت فيا الروح، خلتني احس اني بقى ليا لازمه. تعال. على فين؟ عايزه ارد لك الجميل اللي انت عملته بزيارتك الحلوه دي، ردت لي كرامتي. ده واجب علينا. انت عسل، عسل وسكر. تعرف انا موصيه على غدوه انما ايه هتعجبك. لا ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ خد الباب في ايدك وما اشوفش وشك. عشان تعرف ان دخلتك على اي حد دخلت خير. حمام محشي بالسمنه عشان خاطر بقك. كل حلو. حسنك. مين؟ أنا. أنا مين؟ أنا حسن. حسن؟ حسن مين ده؟ حسن الساكن الجديد. حسن ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ امك كويسه؟ اختك جرى لها حاجه؟ كلهم كويسين. طب امال خير في ايه؟ انا اصلي كنت. تعالى تعالى ادخل. احسن حد يكون طالع كده ولا كده يشوفك تبقى فضيحه. خير؟ كنت عايزني في حاجه ولا ايه؟ خير. الله، ايه يا شو؟ فيك ايه؟ ابعد عني، ما تلمسنيش. انا غلطانه اني صدقتك، غلطانه اني فتحت لك قلبي، فتحت لك بيتي. يا ريتني كنت مت قبل ما يحصل اللي حصل. امشي، مش عايزه اشوف وشك. حسن انت رحت فين؟ كنت بشم هوا تحت يا ماما. بتشم هوا كده؟ ايوه يعني كنت تحت هعمل ايه يعني؟ طيب بعد اذنك. اتفضل. ماما انا نازله بقى. ماما ماما ها انا نازله. طيب مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجه. ماشي انا نازله. طب مع السلامه.
يا شو يا شو يا 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 أحلى توم يا 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 رمشي عالي لفوق لفوق لفوق. شكلك مبسوط النهاردة. فعلا الحمد لله. طيب يا سيدي ربنا يبسطك أكتر وأكتر. على فين كده؟ رايح الشغل. شغل؟ ما قلتليش يعني إن جاتلك شغلانة. لا ما هو الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت عند الست شوق. أنت اتجننت؟ ليه ماما يعني أعمل إيه يعني؟ أعملك أسود ومهبب. بقولك إيه؟ إحنا هنعزل خلاص. ليه يا ماما؟ هو أنا عيل صغير؟ ما عشان أنت مش عيل صغير الست دي ما ينفعش تيجي جنبها خالص. يا ماما يعني أنا هشتغل وهعمل اللي مطلوب مني وخلاص. هاخد القرشين ونروح نقعد في أي حتة تانية كويسة. يا ست الكل فهم. ما هو احنا عشان نخلع من هنا لازم يكون معايا فلوس. انا قلت يعني اشتغل عندها شهر شهرين كده ناخد الفلوس ونروح نقعد في حته كويسه عند ناس كويسين. صح الست دي عينيها تندب فيها رصاصه. اه عندك حق. وبتتكلم بالعين والحاجب. فعلا مش سهله وانت مش قدها. ايوه يا ماما مش قدها. قدها بقى ولا مش قدها يا ماما؟ يعني احنا هننسبها يعني؟ طيب طيب يا حسن اما اشوف اخرتها معاك. على فين؟ هستحم يعني مش معقول كده اول يوم في الشغل هنزل بعرق النوم كده حتى ريحتي تبقى وحشه. ماشي يا حسن استحمى. ماشي. الله في ايه بس؟ مش عارف في ايه. لا انا مش عايزه اشوف وشك. ده انا هين عليا موت نفسي بعد اللي حصل. ولا يعني تكوني وحدانية ومقطوعة من شجر؟ وانا اللي قلت يا بنت هو ده؟ هو ده اللي هيحس بيكي ويدلعك ويهنيك؟ طول عمري وحدانية ومحدش حواليا ولا نعيم. طب ما تزعليش. ما انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا زعلانة لازم ازعل. الله ما انا لازم افضل زعلان اما اطق من جنابي. ما تقوليش كده بس. امال اقول ايه؟ قولي اللي في قلبك. قولي اللي انت حاسه بيه. أنا أول ما شفتك قلت هو ده. هو ده يا شوق اللي هيحس بيك. زي يعني؟ وأنت اللي يشوفك يعرف يغمض له عين ولا ينام الليل. صباح الخير. صباح الخير. أنت رجليك خدت على المطرح يعني؟ هتفطر معانا النهارده برضو؟ لا. تحضر له مفاتيح الدار. حسن هيشتغل هنا وهيمسك الحسابات. حسابات ايه يا ست شوق؟ اللي حسابات شغلانه. واحنا عندنا حسابات. انا على راي المثل عد غنماتك يا جوحال واحده قايمه واحده نايمه. وانت مالك؟ مش قلنا انا اللي بقول؟ خليك في نفسك. يلا يا سي حسن ادخل على مكتبك اقعد وافتح دفترك النمله المعديه تكتبها لي. حاضر. خش على النمل يا باشا. اتفضل. انت شد من امتى يا معلم؟ يوه يا ابراهيم ايه اللي جابك هنا؟ مالك خايف كده ليه؟ يوه ما هي لو شافتك هتزعل. ياه ده انت خايف منها بقى؟ هو بصراحة يعني اللي انت عملته المرة اللي فاتت ده يعني ما كانش صح برضو يا ابراهيم. عملت ايه؟ دي مرة شمال يا جدع. ما تقولش عليها كده حرام عليك دي اراد ناس. ولا انا طول عمري بقول عليك واد طيب مش اهبل. هزعل منك يا ابراهيم. تزعل ايه؟ انت عبيط ولا بتستعبط؟ طب نتكلم بعدين يا صاحبي. مالك كده كشش في جلدك؟ مالك يا حسن؟ يا اخي يا اخي ما انت عارف يعني انا لقيت شغل بالعافية. شغل؟ شغل ايه؟ وانت عامل لي فيها عم الانف. كل ما اجيب لك شغل مش عايز تشتغله وتقول لي ده مرتبه قليل ده بهدله ده ما ينفعنيش. جرى ايه؟ طب نتكلم بعدين. انت بنت فين امبارح؟ ايه الكلام ده يا جدع؟ ولا بنت عندها؟ ايه اللي بنت عندها ده؟ ماشي
ماشي يا عريس، خليك بقى واقف هنا احسن المعلمه تيجي وما تلاقيكش هتزعل قوي. سلام يا صاحبي. ينصر دينك يا ابني. عايز ايه انت كمان؟ عايزه يمشي من هنا، قول له يمشي. وانت بالصلاه على النبي تطلع مين؟ انا الجزمه القديمه. قول له يمشي، هو مش قدها ولا قد سمها. استنى انا. مش الواد اللي انت ماشيه وراكي. ايه ده، انا مش فاهمه حاجه. اقصد ابعدي عن حسن. وانت مال امك؟ وبعدين انت شايفني حاطه ضلي في اسناني وبجري وراه ولا ماسكه في طرف السجاده وعماله اقض فيه؟ وانا عارفك عايز تنتفي ريشه. ريشه مين ابو ريش ده؟ حيلته اللضا. مش بدل ما يحمد ربنا ان انا مشغلاه وقوياه ومقبضاه؟ انا فاهم وانت فاهمه انا اقصد ايه. بقول لك ايه، وريني عرض كتافك واتكل على الله. ده انا سكت لك بمزاجي. حياه امي وامك ما حد فاهمك غيري. طب وحياة امك اللي هربيك؟ وماله؟ انا وانت زي بعض. سيبك بقى من الواد حسن ده، مش قدك. ليه يا اخويا؟ كان بياخد البزازه ولا لسه بياخد الرضعه؟ ولا يمكن اللي في وشه ده ما كانش شرب وكانت وسخه وانا مش واخده بالي؟ اوعى ايدك عليا النعمه من نعمه ربي. لو بعدتي عنه لاكون دبحك. سامعه ولا ايه؟ ياما خفت، خفت انا بقى من ده الوش. ركبي بتخبط في بعض، ده انا جعاني خرجت من مكانها وبتتلوح. شوف دي بقى هتعجبك قوي. يا مصدي يا لهوي. تعالى هنا بتعمل ايه؟ اوعى ايدك، انت مش عاملني راجل فيها. غصب عنك. وحياة امك اللي هلبسك طرحة. يا مصدي يا بنت اللذينة. تعالي هنا يا مجنونة. اهدي. تعالي ابعد عني. اهدي ابعد عني يا خرابي. شفته بيستغل ان انا لوحدي في البيت وجاي عايز يتهجم عليا وجاي عايز يغتصبني. ايه في ايه؟ عاجبك كده يا سي حسن؟ صاحبك اللي كنت دايما بتدافع عنه. انا غلطانه ان انا صدقتك من الاول. انا غلطانه ان انا سامحتك. انا عايزه البوليس، عايزه الحكومه، عايزه النيابه. انا لازم اسجنك. انا مش مصدق ابراهيم يعمل كده. مستحيل. لا يا ماما ما تصدقيش، ابراهيم ما يعملش كده ابدا. في حاجه غلط، والله في حاجه غلط. هو سكن مهبب. احنا لازم نمشي من هنا النهارده قبل بكره. نمشي؟ نمشي نروح فين؟ اي حته ان شاء الله. نبات في الشارع. انما الست دي ما حدش يعاشرها ولا يسكن عندها ابدا. انا كان ايه بس اللي رماني الرميه السودا دي؟ كان مستخبي لي ده فين بس يا ربي؟ انا لازم اشوف حل. احنا مش هنسكت، مش هنسيب ابراهيم يروح في داهيه ونفضل نتفرج عليه. الست دي مش هتسكت لما توديه في داهيه وتسجنه كمان. طب والعمل؟ لازم تتنازل عن المحضر. تتنازل مين؟ دي ما صدقت. انا اروح لها؟ لا تروح لمين؟ ماما انا مش هسيب ابراهيم يروح في داهيه. طب خلاص خليك انت وانا هروح اتكلم. انا جايه معاكي. خليك انت بس هنا. آسف آسف، أنت مش هتطلع صاحبك من المصيبة اللي هو فيها دي؟ يعني أعمل إيه بس؟ يعني إيه تعمل إيه؟ تطلعه من المصيبة السوداء اللي أنت دخلته فيها دي. وأنا يعني اللي خليته يعمل كده يا عم جميل؟ أنت عايز تفهمني إنك تصدق إن هو تهجم على شوق؟ دي شوق يا جدع، محدش يقدر عليها. اسألني أنا. أمال اللي شفناه ده كان إيه؟ أنت عايز تضحك عليا ولا عايز تضحك على نفسك؟ ولا يكونش عجبك الحال؟ عجبك الحال، ما انا عارفها. بس ليك حق، معذور. هي حلوه مفيش كلام، قطعيه ما جاش زيها ابدا. حاجه كده، حاجه كده زي القيمه. شغل شغل على الغشيم على ابوه زي الارابيسك. حاجه ما
معمولة مظبوط، ملهاش أخو طبعا، بس بير غويط لو دخلت فيه تعرفش تطلع تاني. الكلام ده يا عم جميل هو ده اللي لازم يتقال يا ابني، متتقالش إلا كده. شو دي كانت مراتي، أيوه المحل ده كان بتاعنا ملكي، محل اللي أنا بنظف وساخته ده، العمارة ملكنا. واسأل أي حد في الشارع يقول لك. يعني العمارة دي كانت بتاعتك يا عم جميل؟ أيوه يا حسن، بس أصلها عامل زي الماء الملح، مهما شربت منها ما ترتويش أبدا إلا شو. هتقولي على شو، بس أنت خدها على هذه وخليها تطلع الولا صاحبك، وبعد كده فك منها يا ابني، اجري اخلع. شوق دي مرض عامله زي الوطواط، لو مص دمك ولزق في وشك ما يطلعش ولا بتطب للبلدي. يا اهلا وسهلا، نورتيني وشرفتيني. قولي شاي قهوه ولا ابعت اجيب السائق احسن؟ انا جايه لك في طلب. طلب واحد بس؟ ده انت تطلبي 100,000 طلب كمان، واحنا كلنا ننفذ يا ماما. الحقيقه مش عارفه ابتدي ازاي. ازاي على طول طص كده، احنا لسه هنتكسف من بعض. ابراهيم قطعت سنينه وايامه، الواد ده انا مش هسيبه، هفضل وراه لغايه لما اديله الاعدام. معلش انت برضه احسن منه. يعني ايه؟ سامحيه، انا جايالك وعارفه انك انت قلبك طيب وست طيبه، عشان خاطري سامحيه، وانا اوعدك مش هيجي هنا تاني، واحنا كمان هنمشي هنسيب البيت خالص. ايه 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 ايه؟ اسامحه ده ان شاء الله؟ ليه؟ وهو لو كان عمل كده في السنيوره كنت هتسامحيه؟ ولا يعني عشان انا وليا ووحدانيه فاكراني مش هعرف اخد حقي؟ لا ده انا ما بسيبوش، وانا اللي كنت فاكره انك جايه لي علشان تطمني عليا وتقولي لي معلش يا شوق، انا زي امك يا شوق، احنا في ضهرك يا شوق، احنا اللي هنربيه لك يا شوق. انتي برضه ست الكل. بلا ست الكل بلا ست الناس، انا الواد ده مش هسيبه، والحركه اللي هو عملها دي غلطه بيطير فيها رقاب، وانا هفضل وراه ان ما خرجته من هناك زي الشبشب ده. شايفاه؟ اما اقوم اعمل الشاي احسن. لا معلش مره تانيه. نورتي. الله يخليك. في 60 داهية ما انا عايزة الحرب. قال سامحيه. ايه يا ماما؟ قالت لك ايه الست دي؟ يا لهو يا لهو، دي مش بني ادمة، دي شطانة. ارحمنا برحمتك يا رب. دي نار جهنم مولعة يا بنتي. ايه يا ماما اللي حصل؟ طمنيني. من بكرة لازم نشوف سكن تاني. استني هنا، سكن تاني ايه؟ قالت لك ايه على ابراهيم؟ قالت اللي قالته بقى. يا ماما تقولي طمنيني. تطمني ده ايه؟ احنا ننفذ بجلدنا الاول وبعدين ابراهيم نبقى نشوف هنعمل معاه ايه. يعني ايه؟ مش هتتنازل؟ تتنازل ده ايه؟ دي ما صدقت. طب والعمل؟ العمل عمل اسود ومنيل ب60 نيله. انا كنت عملت ايه بس يا ربي عشان توقعني في واحده زي دي؟ اللي خلاك تعمل كده بس يا ابراهيم؟ عاوزني اخرج ابراهيم. يا ريت. انا ما عنديش مانع. والله انا قلت عليك ست طيبه. بس عندي شرط. الشروط يا ست الكل، امرك ماشي. نتجوز. ايه؟ ايه اللي ايه؟ نتجوز. انا قلت حاجه غلط؟ هو انت مش بتقول ان انا عاجباك؟ مش بتقول انك مبسوط معايا؟ وانا كمان مبسوطه معاك. فعلا انا قلت كده. خلاص يبقى ايه المانع ان انا وانت نبقى في سكيبه واحده؟ قال لو حبيبي راحين في سكيبه وليك عليا نكتب الكتاب وتاني يوم اخرج لك ابراهيم. بس ايه اللي بس؟ ولا ابراهيم مش غالي عندك؟ ايوه بس انا لسه مش جاهز للجواز. جاهز ده ايه؟ انا مش عايزه منك حاجه غير انك تخش بمجهودك. أنا بقى هقوم بالباقي، لبس أنا اللي هشتري، مصاريف أنا اللي هصرف. أقول لك
تحب شبوكك؟ بس بس ايه؟ ولا ابراهيم مش غالي عندك؟ اخصى عليك، وانا اللي كنت فاكره ان انت اللي تتحايل عليا وتقول لي اتجوزيني يا شوق، ما اقدرش استغنى عنك. ده انا ناقص اقول لك هدفع لك مهر. لا مش القصد يعني. اوعى يا حسن يكون كل اللي كان بينا ده في الهوا. بتضحك عليا، هزعل منك قوي لحسن، والله العظيم هزعل، وانت عارف زعلي وحش، وممكن تحصل صاحبك ابراهيم. ها خمس دقايق هغير هدومي وننزل فورا، ننزل نكتب كتابنا وبكره الصبح اخرج لك صاحبك. بس ما يهوبش ناحيه هنا، يعني يعدي من جنبي كده والمعه بطرف عيني هسجنه وهموته، ما شوفوش ناحيه هنا. استبينا؟ استبينا. مش هتاخر عليه. بالذمة ده منظر واحد لسه عريس طازة. اضحك. احنا طالما اتجوزنا انت تأمرني، انت تشاور بس وانا هنفس. يا حسن يا خوف للجنينة، يا حسن. أسيدي أمرك أمرك يا سيدي، مضربش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي. الله يخرب بيوتكم يا مره، انت ما تشوفيش ولا ايه؟ يعني انت نضيف قوي يا جميل. على رايك، شوف لنا بقى صندوق زباله حلو كده نستحمى بيه، يمكن ننضف. حارة وسخة بس ما فيهاش غيرك انت، انت اللي فيها. مالك قاعد ملبش كده ليه في بعضيك؟ ايش حال لو ما كنتش عريس جديد؟ روق كده وفرفش وفك. عارف يا حسن ان انا اول مرة شفتك فيها قلت ايه؟ قلت هو ده، هو ده اللي انا كنت بدور عليه طول عمري. على طول كده؟ امال على العرض. عارف انا بحسهم. هما مين دول؟ الرجاله. ايه؟ الرجاله الجدع الشهم اللي زيك. انا عايزك من هنا ورايح تقعد كده وفي نفسك كده تحس ان انت برنس، تفضل مقضوع وانت قاعد، ما يهمكش اي حد، وتركز معايا انا. ايوه بس. بس ايه ده؟ انا عين عليا احطك جوه عينيا وغمض. مش للدرجه دي يعني؟ للدرجه دي واكتر. مش عايزك تفكر في اي حاجه تعكر دمك، اي حاجه تضايقك، ما تعملش اي مجهود، ما تعملش حاجه غير انك تفكر في شوق. تحب شوق ازاي؟ تدلع شو ازاي؟ استناني سوي. انا مش قلت لك ما تعملش اي مجهود؟ سيبني انا. تاكلي معايا؟ ما بحبش اتقل بالليل عشان ابقى خفيف خفيف. كل. ما
صباح الخير يا ست الناس، وشك ولا القمر؟ مالكش فيه. الله الله الله. امال حسن فين؟ اسئلتك كترت، مش واخد بالك ولا ايه؟ اصلك الشغل عطلان، سيادته حاطط مفتاح الدرج في جيبه ونايم. يعني الشيشه للستة ولا ارم ده ولده على الصبح؟ هلا ده جاي يتمرن فيا ده ولا ايه؟ غور. نعم، عايز حسن في ايه؟ بقول لك واخد مفتاح الدرج معاه وانت الشغل عطلان. انسى حسن، خرجه من راسك خالص، ما عادش يجي هنا. طب الله كويس، يا فرج الله كده انت مظبوط. اصل ده واد تلميذ غلبان ملوش فيه، خليك انت في القديم المعتق اللي يقدر ويوزن بميزان ذهب. وانت لسه فيك حيل توزن؟ بيقول لك الدهن في العتاقي. يا راجل ده انت عايز فنطاس محلول جفاف عشان يقومك ويوقفك على حيلك. طب جربي. طيب ما جربنا. جربنا. اسكت وما تخلينيش اتكلم. يا لهوي، ده انت قلبك اسود قوي. ما كانتش مره يعني. مره. يلا ولا أبنى. تعالى هنا. ايه يا معلم؟ تطلع لي على ام احمد تجيب لي جوزين كوارع ويكونوا قشطه على عكوتين وتسويهم قوي، عايزاهم يقعوا كده من العرض، وبعد كده تطلعهم لي قوام على البيت. ايه يا معلم؟ تقيلة الأكلة دي، ملهاش لزوم يعني. مش عشان. أمال عشان مين؟ لجوزي. جوزك؟ جوزي. مش أنا اتجوزت؟ محدش قال لي يعني. اتجوزت مين؟ سي حسن. خليك قاعد متلقى حالة في الدكان على ما أوصل مشوار وأرجع. على فين يا ست الناس؟ رايح اوفي بوعدي واخرج ابراهيم، بس على الله يهوب من الحاره برضه. قلبك طيب والله، عارفك انا قلبك طيب. الحب بهدله واندله. عم جميل، ما شفتش حسن؟ اصله من ساعه ما خرج امبارح ما رجعش، وبتصل بيه ما بيردش. لا ما هو مش هيرد يا حاجه. مش هيرد ليه؟ انت تعرف حاجه انا ما اعرفهاش؟ حصل ايه يا عم جميل؟ حصل ايه لاخويا؟ ما تنطق. مش عارف اقول لك ايه والله يا ست ريت. قول. وقعت قلبي. ايه اللي حصل؟ اتجوز. اتجوز؟ اتجوز. ايوه اتجوز. شو؟ ايوه انا قلت له وحذرته وهو ما سمعش الكلام. وهي فين دلوقتي؟ راحت تخرج ابراهيم من الحجز. الحمد لله يا رب. الله 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 الله. ياه حركات يا شو. خدت برد ولا ايه؟ خدت برد. لازم اخلي بالي من نفسي بعد كده. اتجوزتها؟ ما انا لازم كنت اتجوزها يا ماما، ما قالت لي مش هطلع ابراهيم من الحجز. يا خدتك القوية يا عيشة، أعمل فيك إيه؟ دي واحدة تتجوزها؟ ها؟ أعمل معاك إيه؟ أعمل معاك إيه؟ تتجوز واحدة زي دي؟ دي آخرتها يا حسن؟ اللي دي؟ مالها دي يا أختي؟ مش شايف بعينيك؟ مش شايف خالص؟ البعيد عمت. المرة دي داخلة بزعابيبها كده ليه؟ شو؟ اللي شو؟ انت مش شايفها عماله تشتم وتقول ازاي وانت ساكت ولا بتصد ولا بترد؟ شو مش كده يا شو؟ قولي قولي كمان. ما انتش فجره. انفجرت فيكي انبوبه يا بعيده. شوفي بقى يا نن عيني، انا هستحملك بس عشان خاطر جوزي حسن حبيبي، وحتم في نفسي كده واقول شغله حموات. بس خدي بالك انا ليا طاقه. حميت عليكي معدتك يا وليه. ولولو عليكي من بدري، وان شاء الله تخلص منك كده ان شاء الله. اتلمي اتلمي مش كده يا شو؟ اتلمي دي يا اخوي، شايفني مبعتره؟ بص يا وليه، انت عايزه تخشي هنا تخشي باحترامك، مش عايزه ما تعتبيهاش. ولازم تفهمي ان انا اوياكي هنا في ملكي، وعشان خاطر الراجل ده زياده
هتتكرشي وتطلعي بره، فاهمه؟ انت ازاي تكلمي ماما كده وانت يا اخويا مش شايفها بتقول ازاي؟ خد بالك انا اعمل لك خدي مداس بمزاجي براحتي، انما غصب لا. وانت ما تنساش نفسك، انت عايش عندي انا، يعني انا لا اقول ولا، فاهم؟ طلقها. انت لقيت فيكي رصاصه من بدري، خلصنا منك. يطلق مين يا وليه يا مهبوش؟ انت اتهبلتي في مخك؟ طلقني يا حسن، لو راجل طلقني. ما تطلقها، مستني ايه؟ خايف من ايه؟ ما يقدرش يا حلوه، ما يقدرش يطلقني الا اذا دفع اللي عليه. ايه اللي عليه؟ مؤخري 1,000,000 جنيه. مليون ايه؟ جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. روحي يا شيخة، منك لله. منك لله؟ ده أنا هموتك أنت بقى. خدي هنا، خدي. يما هتموت مين يا ننوس عين أمك؟ أنت إزاي تكلميها كده؟ أنا هعتبر إنك زعلان ومحموق عشان دي أمك، ما يصحش. عجبك اللي هي داخلة تقوله؟ أيوه، بس تعملي لي حساب يعني. وهي ليه ما عملتش حساب للست اللي أنياكوا في بيتها؟ اللي أوياكوا، ولا إيه يا حسن؟ أنت نسيت؟ ايوه بس الاصول وهي يعني. وهي الاصول يعني انها تخش البيت وتقول لك طلق مراتك حبيبتك اللي بتدلعك. انا هفهمك انا عملت كده ليه؟ عشان اقطع رجليها، والا كل يوم والتاني هتفضل تنط لنا وتعمل لنا مشاكل. انت عايز كده ولا عايز روقان؟ انت بتحب الروقان. طب عشان تعرف ان انا بحبك وشايلك جوه لنا عينيا، أنا عملت اللي وعدتك بيه. اللي هو إيه؟ خرجت إبراهيم من السجن. بجد؟ بجد؟ شفت بقى أنا بحبك إزاي؟ تعالي. يا نهار أسود يا نهار أسود، كان ناقص تقلع الشبشب وتضربني بيه. إيه ده؟ وحسن؟ حسن شماعة فردة شراب بلغة في رجلها. إيه ده يا ماما؟ معقول؟ معقول؟ ما انت ما شفتيش اللي انا شفته. احسن احسن انك ما شفتيش. قومي قومي يلا، لمي هدومي، خلينا نمشي من هنا. نمشي نروح فين؟ مش عارفه، بس انا مش قادره اقعد هنا بعد اللي حصل ساعه واحده. ازيك يا نسمة؟ ازيك يا ابراهيم؟ هو حسن فين؟ حسن حسن انتهى خلاص. ايه بس اللي حصل؟ اللي حصل جوزته يا ابراهيم. اللي حصل ده لا يرجع عدو ولا حبيب. اصل غصب عنه، غصب عنه حاجه والله. انا عارف غصب عنه. ايه قادره وفاكره وهو عيني غلبان عظمه طريق عرشيته على طول. بس انا قايل له هو ما سمعش الكلام. خلاص يطلقها. مكتباه مؤخر 1,000,000 جنيه. هو لا هو لازم كده طبعا طبعا. يعني امال ايه يعني؟ لازم كده، لازم تمص دمه لاخر نقطه. يعني ايه؟ يعني عوضك على الله وفي صاحبك. خلاص كده غرق، وقع في البير ومش هيطلع. بس شو دي ادمان، اللي جربها ما يسلهاش ابدا. انا عارف سم بس منقوع في العسل. عسل حلو بنت الكلب، انا عارفه والله عارفه. ماشي يا عم جميل، ماشي ماشي. صباح الفل. بنقول صباح الفل. نعم قصر، جيب من الاخر. انا جاي اشكرك. مش عايزين. بس انا جاي لك وندمان. انا ما كنتش اعرف انه قلبك طيب كده. هو انا موديني ورا غير قلبي الطيب؟ بس انا جاي كنت عايز اتاكد ان مفيش في قلبك حاجه من ناحيتي. لا يا اخويا اطمن، كله تمام. طيب ممكن اطلب طلب؟ اطلب اشتغل. بصراحة أنا غيران من حسن. هو أنتِ عارفة أنا زيه ومحتاج للشغل، وأنا عرفت إن هو مش نازل الشغل تاني، فينفع آخد مكانه؟ ولا أنت عبيط يالا؟ أيوه عبيط، عبيط علشان ما عرفتش مصلحتي وما قدرتش الناس كويس.
ومشيت ورا دماغي الوسخه. وانت بقى جاي تاكل بعقلي حلاوه بالكلمتين دول مش كده؟ لا والله انت عارفه انا وحسن كنا بندور على شغل و... لا حسن انت لا هو ده والله. عايز تشتغل عندي؟ خدامك. بشرط. شروط زي ما انت عايزه. تشوفني معديه قدامك كده ما تكمش راسك، الاقي عينك دي في الارض، تخرم لي الارض بعينيك. لو عايزاني اخرمهم لك من دلوقتي فداكي. ما يلزمونيش يا اخويا، خليهم لروحك، انا ناقص اسحب. على فين؟ اللي على فين؟ على بيتي، على جوزي، عندي انا طلبات واحتياجات. وانت فين يا شو؟ ايه ده؟ انت صحيت؟ ايه يا اختي صحيت امتى؟ وحشتني. استعوقتني؟ الصراحه انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. قولي كلت؟ لا لسه، وانت مستنيكي. ودورت في التلاجة كلها ما لقيتش حاجة. ثانية واحدة. شوية طاقة بقى. إيه؟ حاجة آخر روقان. يلا. إيه ده ما بحبوش؟ إيه اللي ما بحبوش؟ دي حلاوة. عايزك تاكل وتربرب وتصحصح. هحط لك عليها شوية عسل. بس 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 دي جميلة. ايه الجمال ده؟ انت معلقة وانا معلقة. حاسس بإيه؟ نفسي بتجزع. ريح نفسك يا ابني، مش هتنزل. والعمل يا عم جميل. انا عارف بقى، بس انا مش هسيبه. هو اللي اختار وانا الله وكيل، نبهته. بقول لك يا عم جميل، اسمعني. طب والله فكره حلوه، حلوه قوي. هتعرف تعمل كده يا عم جميل؟ اعمل امه. ايه بقى اصلي؟ صباح الخير. صباح الخير. انا قلت اجي افطر معاك. بس اوعى تقول لي شو، اصل انا مزوخ. لا ما تقلقش، مش والله. طيب هخش اغسل وشي. لسه صاحي؟ طيب طيب اغسل وشك. يلا حبيبي بد ايدك. تسلم ايدك يا عم جميل. انا اخش اوضب الشاي. تاكل معايا ولا لا؟ لا اعمل لك شويه شاي كده. اوعى وشك. شوية شاي حبيبي ملهوش حل. مش هتفطر ولا ايه؟ ما انا هفطر. ما انا بفطر. حلو قوي الفول ده. ألف هنا، ألف هنا. حلو قوي. بس أنا هنزل أحسن تستعوقني، أنت عارف لسانة طويل. شد الباب. تحت امرك. مش لازمني اروح امك تبص في الارض.
صباح الخير يا ابراهيم يا ابني. صباح النور يا عم جميل. تفطر؟ نفطر يا عم جميل. تفطر يا ست الستات؟ لا يا اخوي، هطلع افطر مع جوز الاصح. نوم العوافي. عسل وسكر عسل، ضحكة حبيبي يا عسل. قوم استحمى وروق وفوق كده، مالك؟ قوم يلا علشان الأكل قرب يجي. أكل إيه؟ عاملة لك كباب وكفتة وطرب من أحسن كباب جيتك يا مصر. يلا قوم معايا، قوم يلا. في ايه؟ مالك؟ مش عارف كده، انا مش مظبوط ودايخ. عين عين وصابتك. قوم معايا، قوم. ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف انا دايخ، انا مش مظبوط، انا لازم انام. مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ في ايه؟ قوم يا اخويا، انا ناقصه بغلا. طيب قوم. مالك يا ست شهور؟ اتخانقتي مع حسن ولا حاجه؟ لا يا اخويا ما اتخانقناش. الله اكبر. امال في ايه؟ اللي في ايه؟ في ايه؟ شايفني بقطع في شعري؟ ما تخليك في نفسك وقلنا عينك في الارض. ده ايه الصيبه دي اللي انا فيها دي؟ يا رب يا رب. خد يا حسن. ايه دي يا عم جميل؟ خد بس وهتدعي لي انت. استنى اجيب لك كوبايه ميه. هتجيب النتيجه دي؟ كده. خد يا جميل. ابلع على طول. ألف هنا. عايزك بقى تكوع لك شوية كده عشان تشتغل معاك على الهادي، ما تشعوذكش. وبحكي لي بقى، عايزك ترفع راسنا في السماء. هرفع. ارفع. يلا ليلة سعيدة. نعم. ينفع تطلب؟ اطلب. ينفع بيت في الدكان؟ انت اتهبلت يا ولا؟ معلش، اصل صاحب الشقه طرد من الشقه ومش لاقي حته بات فيها. وانا مال امي بات فين؟ قال انا ما ببيتش حد في الدكان. اسبوع بس لحد ما الاقي حته بات فيها. سيب الصوت. اسبوع واحد. اسبوع. اتنيل. وعينك في الارض. هعد من الاول. حياتي صنصنتي. قوم يا حبيبي. هو انا مش وحشك ولا ايه؟ حسن حسن، انا جيت. طب انت بتتمطع. حسن انا داخله انام بقى. ها حسن، يا رب ايه الحظ العجيب اللي انا عايشه فيه ده يا رب؟ صباح الخير. اهو الصباح، لكن هيجي الخير منين؟ ازيك يا ابراهيم؟
عالي يا ابو علي، الحمد لله منور. صباح الخير يا ابو علي، انا شفتك قلت اجيب الشاي، ما عملتهاش لحد غيرك دي. لا انا هروح مشوار واجي بسرعه. طب اشرب الشاي الاول. انا هروح ابص على عربيه البضاعه اتاخرت ليه. اجي معاكي؟ لا بقول لك ايه، ما تطلع تريح احسن شويه. ما يهمكش ما يهمكش، اشرب الشاي. ايه مالك؟ مفيش يا ابراهيم. الله، لا في، مالك؟ قلت لك مفيش يا اخي. اشرب اشرب عطروق، والله الشاي ده اكسير الحياه. اشرب. يا ابو علي رايح فين؟ حاسس ان انا دايخ، اروح اجيب حاجه من الصيدليه. ماشي. لا يوقع في الشارع تبقى مصيبه سودة. سودة؟ اه طب احنا عايزين يوقع براحته فوق، مش يبهدلنا هنا في الشوارع. والله حاسس ان انا تعبان يا عم جميل، كل ما اقعد في حته احس ان انا عايز انام. معلش بقى، يمكن تغيير الجو تعبك، بس ان شاء الله هترجع احسن من الاول يعني. وبعدين برضو الاكل الدسم اللي انت بتاكله ده، حمام والحاجات متعبه برضو. تسلم ايدك يا ابو علي، بس انا زعلان منك. ليه؟ عشان سايب امك واختك كده. صحش والله ما عارف اعمل ايه يا عم جميل، من ساعه ما زعلت مني وانا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اصالحها. تروح لها تصالحها وتبص راسها، هو قال امك ثم امك ثم امك، وبعدين هي حتى لو قفلت الباب انت تفتحها وعليه. معاك حق، هعمل كده. يلا معلش بقى، هبقى اجي اشرب الشاي معاك مره تانيه. ايه ده؟ ماشي. كنت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اطمن عليه. حد قال لك تيجي؟ اتفضل امشي اطلع بره. تمام. مالكش دعوه بيه. بره. اوه بقى. بركة اني لقيتك صاحي. انت كويس؟ اه الحمد لله بقيت كويس. وحشتني. وانت كمان. تعرف أنا كنت خايفة عليك أوي، كنت افتكرتك خلاص هتبرك زي الجمل. عيب عليكي يا أختي جمال وحل. هعمل لقمة ونخش نريح بعد كده. ماشي. عايز الكبدة بتاعتك يكون فيها هي حصلت يا اخويا؟ هي وصلت لكده؟ الله، ايه ده؟ اللي ايه ده؟ خليك بقى قاعد، مفيش كبدة. مفيش كبدة؟ عايز اجازه يا ست شهور. ليه؟ يعني اشم شويه هوا. هوا؟ ما كلنا يا اخويا مزنهرين وقاعدين وهنطق من جنابنا وعايزين نشمه، وقاعدين ما بنعملش حاجه، هنعمل ايه؟ طب ما تيجي معايا، انا هطلع القناطر. قناطر؟ يلا اتبسط خريبك، فكرتني باللذيذ. دي كانت جميله، قضيت يوم انما عسل.
يلا روح واتبسط يا بختك هحسدك. طب ما احنا فيها، ما تيجي معايا احسن ما اروح لوحدي. انت عبيط، اروح معاك فين يا ولد؟ انت هبلت؟ طب والدكان هسيبه لوحده؟ ما تقلقيش يا ست الناس على الدكان، انا قاعد هنا وقتت مش هتحرك. الله، انت على طول بتلمع اوكر. لا مش النظريه يعني. خلاص خليك متلقح هنا لغايه لما اخلص وارجع. طب وحسن هنعمل فيه ايه؟ قول له نزلت السوق. تمام. تعال. يلا وحش شد حيلك. خسارتك يا حسن. خساره والله. خد الخازوق يا عيني. بس ما قراش الكتاب. التاريخ يعيد نفسه بذات نفسه. يا رب اللي حصل قبل كده تكون خلاص اتنسى. أنا يا أخويا قلبي أبيض، ما بيعرفش يفتكر الوحش. أنا قلبي تاني خالص. بس الصراحة كنت قليل الذوق قوي معايا، ده في الأول. عايز الحق؟ طبعا. أنا مستخسرك على حسن. الواد ده مش عارف قيمتك خالص. بيني وبينك أنا شكلي كده خدت فيه مقلب. الواد ده يروح يتجوز له واحدة في ثانوية عامة مكسورة الجناح. إنما أنتِ بيني وبينك مش طايقاه. ما أنا قلت لك خليكي معايا وسيبك منه. تصبح على خير. لا 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 بأشعر. بتشعر؟ وأنتِ من أهله. تعالي هنا. ايه؟ كنت فين؟ سيب ايدي. بقول لك كنت فين؟ اوعى ايدي. مالك يا اخويا نفشت ريشك عليا ليه؟ بقول لك ايه؟ من هنا ورايح مفيش خروج من البيت تاني، انت فاهمه؟ وده من امتى بقى ان شاء الله؟ وبعدين لما انا اقعد في البيت مين هيصرف علينا؟ ما انت نايم متسطح على ظهرك على طول، مش قادر تقف على رجليك. قرف. طالح فين؟ أنا داخل معاكي جوه. لا يا حبيبي، معاكي دي بح، خلصت، بطلنا. بقول لك إيه؟ إيه رأيك تروح تقعد عند أمك تاني؟ طيب طيب. إيه ده؟ أنا قلت أصبح على ست الكل. وانا بقول لك روح، مش عايزين النهارده. يهون عليكي. اوعى. انا مش فايقه لك. بس انا فايق. انت يا حبوب الشجاعه اللي انت واخدها دي. انا عرفت انه حسن مش موجود. حسن خلاص بح شطبنا. يعني نقول مبروك؟ اوعى. لسه بفكر. لا انت لازم تاخدي قراره بسرعه. قلت اوعى بقى. انت راجل انت تخلي واحده زي دي تعمل فيك كده يا خايب؟ تضحك عليك؟ لا وايه، انا اللي مفكرك راجل واقدر اعتمد عليك. حمام محشي متحمر في السمنه البلد أوي. استنى هنا، ريح فين؟ الحقيقة يا رجل. هو يا ماما. مش فاهم حاجة يا واطية. حسن بتخوريني انت وابراهيم؟ امشي اطلع بره يا اما سجنتك اما صففت التراب الشوارع يا زبالة. امشي اطلع بره، هسجنك وهوديك في 60 داهية يا جزمة يا رمة، في 60 داهية. يلا خلصني منك، امشي اطلع بره بره، مش عايزة اشوف وشكوا خالص. لا
والكرام كلكم بره. حسن ابراهيم صاحبك ما خلكش عمل كل ده عشان ما يخليكش تدفع عليها ولا مليم. دي كارثة دي ما تستاهلش. يلا اخرجوا بره الحارة كلها. يلا يلا حسن. ليه عملت فينا كده؟ ليه يا شو؟ ليه عملت فينا حبيتك؟ شو؟ شو؟